عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نطرقوا لجوج ديال المواضيع مهمة ومهمة للغاية، ولكن قبل كنشكركم على الدعم المتواصل، والحمد لله أن القناة ولات كتوهج بعد فترة جمود، شكرا لكم على الدعم. غادي نطرقوا للموضوع الأول في غاية الأهمية، باش يجي هذا النظام الأوليغارشي الجزائري أنه يجي ويقول لك يا المطبعين واوا الله تنتبعوكم ونوصلوا الكذاب لباب الدار. نظام الزريبة العسكري الجزائري المنافق يوقع عقدا مع شركة بي جي آر جروب الأمريكية، أكبر داعمي إسرائيل، بقيمة 120 ألف دولار سنويا. والله وتناقش متناقش الدباب الإلكتروني الجزائري وواوا يقول لك ما كانش منها، راكم غير كتكذب. زيد على ذلك الموضوع الثاني اللي غادي نناقشه، وهذا هو المغرب. ها المغرب ديالكم فين غادي؟ وهذه رسالة للمنبطحين وأصحاب الطابور الخامس. التطبيقات النووية، المغرب وقع جوج ديال الاتفاقيات من فيينا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه المواضيع هذه غادي نناقشوها، ودائما كنجيب لكم أصحاب الأقلام الحرة، الأصوات الحرة، المغاربة اللي كيدافعوا عليكم كيدافعوا على هذه المملكة المغربية الشريفة. غادي نكونوا مع الأخ أمين من فاس. ولكن قبل غادي نمشيو لواحد الضجة وقعت وسال عليها الكثير من المداد، وهي التدوينة ديال حكيم زياش عندما اتهم الحكومة المغربية بأنها تساهم في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. أنا والله ما بغيتش نناقش هذا الموضوع، هذا الموضوع ديال حكيم زياش، أولا لأنني لا أشك في الوطنية ديال حكيم زياش اللي فضل أنه تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدل منتخب هولندا، وخرجوا شي وحدين وركبوا على الموجة، وهناك من اتهمه بأنه غير مؤطر ويمثل الدبلوماسية المغربية، واتهم الجامعة الملكية المغربية وقال بأن كان عليها تأطير هاد الشباب ديالنا اللي كيمثل المغرب خاصة من لاعبين وفنانين، واعتبروا بأن حكيم زياش ضحية. الله أودي، والسيد أنه مؤخرا سحب التدوينة دياله. علاش خلقتوا هاد الدجة؟ سيد سحب التدوينة، وسنرى ما ستؤال إليه النتائج. ولكن بغيت نوصل واحد الرسالة ديالي إلى المنبطحين والخونة أصحاب الطابور الخامس، منهم الهدراوي، وخرج واعتبر بأن حكيم زياش بطل قومي وكان ذكيا إلى عندك شي حسابات أسي الهدراوي مع الحكومات المغربية المتعاقبة شغلك هذاك، ولكن أنك باش تمس في المملكة المغربية الشريفة هذا خط أحمر، وأنا غادي نعطيك الدليل. أنك منين مشيت وركبت على هذه الموجة وهذه التدوينة ديال حكيم زياش باش أنك تعتبره بأنه بطل قومي أنا غادي نذكرك للذكرى تنفع المؤمنين، وقلت بأن حكيم زياش ما مشاش للدولة المغربية وما مشاش للمالك أنا غادي نرجعك اللورسي منين استقبل داك أوي حمان، وهذا اللي كان كيضرب الدولة المغربية مقدسات المملكة المغربية في العمق عندما قال بالحرف أوي حمان أثق في حزب الله في شخص السيد حسن نصر الله ولا أثق في السيد بوريطة. إما الآن إما أن النظام في المغرب يسقط التطبيع، وإما أن التطبيع سيسقط النظام. السؤال المطروح السيد الهدراوي، السيد بوريطة من يمثل؟ ألا يمثل الملك؟ ألا يمثل الدبلوماسية المغربية؟ إذن علامة استفهام. ولكن السي الهدراوي كنتمنى بأنك تتابع هذه الحلقة لعلك تستحي، حاول أنك تتعلم، زيد تعلم منين أنك أنت كتهضر على التطبيع وجايب لنا أوي حمان ودائما كتتكلم بأن المغرب مطبع
علاش ما تهاجمش النظام الاوليغارشي الجزائري؟ حنا غادي نعطيك الدليل. اذا ماذا تقول؟ علاش ما تنشرش فيديو تتكلم على ما سننشره الان؟ انا غادي نعطيك، غادي نكون مع الاخ امين من فاس. نظام الزريبه العسكري الجزائري المنافق يوقع عقدا مع شركه بي جي ار جروب الامريكيه اكثر الداعمين لاسرائيل بقيمه 120 الف دولار سنويا. علاش ما تهضرش على هذا الموضوع هذا؟ علاش ما تهضرش على الحاله المزريه اللي كتعيشها الجزائر؟ اغتيال قائد الحرس الجمهوري بن علي بن علي واعتقال جبار مهنا، وعلاش ما تهضرش انت متبع ديال المغرب؟ دابا نتوما عطيتو واحد الفرصه باش ان الاعلام ديال الزيغو الجزائري انه ينوض ويهاجمنا عن طريق حكيم زياش، علامه استفهام. وجه اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش صفعه قويه لنظام المخزن المطبع في منشورين جريئين عبر حسابه الرسمي في منصه انستغرام، مطالبا الشعب المغربي ان يصرخ باعلى صوته نصره للقضيه الفلسطينيه. لاعب غلطة سرايا تركي وفي منشوره أوضح أنه يقصد الأنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني بما فيها نظام المخزن. غادي نخليكم مع الأخ المواطن الحر الشريف اللي كينشطب مواقع التواصل الاجتماعي، الأخ أمين من فاس. مرحبا بك وتفضلوا أيها الإخوان. إذا بشعار الله الوطن الملك، تحية إجلال وتقدير لكل الشرفاء الوطنيين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لكافة أطياف الشعب المغربي من طنجة للقويرة، تحية للقوات المسلحة الملكية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، وتحية جميع مغاربة العالم والجالية المغربية المقيمة بالخارج المستمرة في الدفاع عن القضية الوطنية من جميع المنابر والمواقع، والخزي والعار للخونة، والخزي والعار للمرتزقة، والخزي والعار لأعداء الوحدة الترابية أينما حلوا وارتحلوا. إذا في إطار الحرب الإعلامية الشرسة التي يقودها نظام الكبرانات أو نظام قصر المرادية أو المرتزقة ديال العمال أو الخدام ديال فرنسا في المنطقة، وهاد الفضائح المتتالية ديال نظام العسكر أو عصابة العسكر أو القراصنة أو الجرابيع أو فئران التجارب النووية الذين حشرنا الله معهم في الجوار، الكيان الصهيوني الحقيقي، صهاينة الجوار، الكيان الجزائري، الكيان اللقيط، الكيان العميل، العملاء الحقيقيون لأنهم هم صهاينة حقيقيون، صهاينة الجوار. لطالما تشدق النظام الجزائري أو عصابة المرادية أو الكراغلة بفلسطين ظالمة أو مظلومة، ولطالما تشدقوا بالقضية الفلسطينية وشنوا حربا على المخزن وحربا على المغاربة من أجل ضرب الصورة للمملكة المغربية، وشنوا حربا من الشعارات والحرب للإعلام الجزائري على مملكة التطبيع ومملكة الرذيلة ومملكة كذا ومملكة كذا كما يقول تبون، والإعلام العسكري والإعلام ديال الذل والعار، كذلك الانهيار ديال النظام الجزائري اللي كيعيش واحد المأزق دولي خطير على المستوى العربي والإقليمي وعلى المستوى القاري كذلك. كذلك يعني انبطاح النظام الجزائري بصفة نهائية وانهيار النظام بصفة نهائية، هو يعني مجموعة ديال الأمور الدولية الخطيرة اللي كتوقع الكيان ديال الكبرانات، خاصة بعد يعني بعد تثبيت الحكم ديال العشرية السوداء أو تثبيت الحكم ديال المجرمين العشرية السوداء التبون وجبار مهنا الذي تمت إقالته بعد فشله في التحرير وفي المخطط ديال استهداف المملكة المغربية، وتمت إقالته بعدما فشل، وعرج على هذه النقطة، بعدما فشل المخطط الجزائري الذي قاده جبار مهنا في يعني الحشد والتجيش في مسألة الفنادق ومجموعة ديال الأمور. كذلك انهيار العلاقات الروسية الجزائرية اللي أدخل التي دخلت الحضيض دخلت إلى الحضيض العلاقات الروسية الجزائرية، وانهيار العلاقات الروسية الجزائرية بصفة نهائية الإخوان. كذلك يشتد باب الجزائري والكيان المرادي لم يعد يتكلم بالتعاليق أو الشعارات ديال الحليف الروسي والصديق الروسي، ولم يعد يتكلم بالمنظومة العسكرية الاس 400 أو اس 300 التي تم إخراجها من الخدمة، وسقوط الطائرات الجزائريه اللي كنلاحظوها دائما مرارا وتكرارا. كذلك غياب العلاقات بصفه نهائيه بين الدوله الروسيه الاتحاديه والكيان الجزائري، دخول كذلك النظام الجزائري في ازمه سلاح وازمه قطع غيار
وغياب سلاح من داخل الجزائر او اي يعني مورد للسلاح من داخل الجزائر، الحصار ديال الجزائر على مستوى دول الساحل وليبيا والنيجر وحتى في القاره الافريقيه، انهيار العلاقات الاسبانيه الجزائريه، العلاقه لن يبقى الا الحليف او الحاكم الفعلي اللي هو الدوله الفرنسيه. هنا كيجي كذلك القوه الامريكيه في القوه ديال الردع على المستوى الدولي، كتجي كذلك الضربات القويه اللي كتوجهها الولايات المتحده الامريكيه الى الكيان الجزائري، كتجي كذلك التطور ديال العلاقات الكبيره الامريكيه المغربيه، الاتفاق الثلاثي العظيم المغربي الاسرائيلي الامريكي، نعم اتفاقيه ابراهام المباركه علينا كمغاربه وعلى الشعب المغربي باستثناء الضبابيين والخونه والعملاء واصحاب التيار الاخوانجي الاسلاموي الذين يقودون حربا على امارات المؤمنين نيابه عن الكراغله ونيابه عن الشيعه وهم معروفون وهم في جحورهم مساله معروفه. اذا في اطار كذلك الاتفاق الثلاثي الشهير والغني عن التعريف كذلك اللي قامت به المملكه المغربيه، العلاقات الامريكيه كذلك جد قويه بالمملكه المغربيه، تطور العلاقات المغربيه الامريكيه اصبح يرعب ليس فقط النظام الجزائري فقط، لان النظام الجزائري كيان ضعيف لا يحتاج الى اتفاقيه عسكريه او اتفاقيه امريكيه او اتفاقيه اسرائيليه، لان دائما وضحنا وكنا من السباقين دائما اللي ناقشنا الاتفاق الثلاثي وافتخرنا به، يعني استنادا كذلك الخطاب السامي ديال صاحب الجلاله من اجل المصالح العليا للوطن العسكريه، وتكلمنا عن الاتفاق الثلاثي براس مرفوع وعلى الاتفاقيات العسكريه العظمى ومجموعه الامور، ووضحنا ان هذه الاتفاقيات هي في اطار النظام العالمي الجديد التي دخلت فيه المملكه المغربيه ولا علاقه له بتاتا بالجزائر، لان الجزائر دوله وكيان مستحدث ضعيف لا يحتاج الى اتفاق ثلاثي او اتفاق كبير أو اتفاق عسكري، لأنه حتى في حرب الرمال أو جميع الحروب السابقة في حرب الصحراء لم تستطع الكيان الجزائري رغم تكالب الأعداء والمعسكر الشرقي لم تستطع يعني النيل من ذرة واحدة من التراب المغربي أو من الصحراء المغربية، ولم يكن لا تطبيع ولا علاقات إسرائيلية مغربية ولا علاقات قوية عسكرية أمريكية، ولا هم يحزنون، كانت القوات المسلحة الملكية المغربية والجنود البواسل المغاربة والشعب المغربي وعطاهم طريحة، وخير مثال شوية بفضل الإخوان، وخير مثال المسألة الشهيرة ديال حقرونا المراركة، حقرونا المراركة بقيت يعني مستعارة في التاريخ، عطاو الإخوان شوية بفضل لأن هذا اللايف راه مستهدف وعندكرو فيه مجموعة الأمور، وعندخلو حتى المجال النووي وعندكلمو مجموعة الإنجازات الكبيرة اللي كذلك جعلت النظام الجزائري يتجه إلى تلميع الصورة ديالو. إذا أنا كنقول غير مقدمة باش نعطيكم مجموعة ديال النقاط غندخلو في المعقول في الصحيح. إذا هذا التطور الكبير ديال العلاقات الأمريكية المغربية أو الإجماع الأمريكي كذلك بجميع تياراته، وعندما نقول تيارات يعني الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وجميع مكونات المجتمع الأمريكي، يعني أمريكا 100% مع المملكة المغربية، بنقولها بالمصطلح الجزائري، نقولها بالمصطلح الجزائري، أمريكا مع المغرب ظالما أو مظلوما، صافي بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، لأن هناك بعض المغاربة أصبحوا متكرغلين ويجب التكلم معهم بطريقة كرهولية بطريقة الجماجم المحنطة أو في إعلان تجاري. أمريكا وما أدراك ما أمريكا، سموها كما شئتم، تطبيل أو غير تطبيل أو تلميع أو مطبعون ونفتخر، ومن الآخر وانتهى الكلام إذا كان هذا الطبيعة، لأن كل بلد يجري من أجل المصالح العليا والقومية ديال الوطن ديالو، وهذه هي اللعبة السياسية التي فاهمها جلالة الملك واللي غادي معاه استنادا للخطاب السامي ديال صاحب الجلالة. هذا اللوبي الجزائري أو بين قوسين ليس بلوبي جزائري، ولكن هذه الأموال ديال البترول والغاز والأموال ديال البصرة والأموال ديال القوة الهاربة أو القوة الضاربة أو القوة المثقوبة أو القوة الإقليمية أو سموها كما شئتم، أنا أسميهم المصطلح الجديد الجرابيع. الجرابيع والجربوع هو الفئران ديال التجارب، يعني التجارب النووية، الجرابيع المتلونة. الجرابيع المتلونة هاد فئران التجارب الملايير ديال البترول والغاز اللي كانوا كيصرفوها من اجل التشويش او الشوشره على العلاقات المغربيه الامريكيه، وكي لا تصل العلاقات المغربيه الامريكيه الى مستوى متطور، وهما كيعرفوا الذكاء المغربي، الذكاء المغربي انه الى استطاعت المملكه المغربيه انها تستثمر العلاقات المغربيه الامريكيه في واحد الاتجاه صحيح او العلاقات المغربيه مع اي دوله عظمى في التكنولوجيا الحربيه، المغرب سيصبح قوه اقليميه خطيره في المنطقه في المجال العسكري. هذا كان يترقبه نظام الكبرانات وكان يراقب عن كتاب تطور ديال العلاقات المغربيه الامريكيه، ولم يكن النظام الجزائري وعصابه المراديه
تنتظر هذه القوة العلاقات المغربية الأمريكية. النظام الجزائري يراقب عن كتب، هنا نجي للمسألة اللي وقعت. كان النظام الجزائري يراقب عن كتب ويراقب التطور العلاقات المغربية الأمريكية، ولم يكن النظام الجزائري ينتظر يوما ما أن تصل العلاقات المغربية الأمريكية إلى اتفاق ثلاثي كبير وخطير، اتفاق إسرائيلي مغربي أمريكي، وهو كيعرف الدهاء ديال القصر الملكي، وكيعرف الدهاء ديال القوات المسلحة الملكية، وكيعرف أن فقط إذا استمرت العلاقات الإسرائيلية المغربية الأمريكية لأربع سنوات أو ثلاث سنوات بإمكان المملكة المغربية أن تستفيد منها بواحد الطريقة هائلة جدا، وهذا ما يخاف منه الكيان الجزائري. أبعد من ذلك، تطورت العلاقات المغربية الأمريكية والاتفاقيات ومجموعة الأمور، وأصبحت أمريكا تعتمد على المغرب كقوة وكمركز في القارة الإفريقية، يعني هو تجعل بهذه العبارة وبهذا الأسلوب تجعل المملكة المغربية خطا أحمرا. يعني كنعرفوا حنا كنتكلموا بالواقع، لا نلمع وكنتكلموش بالعاطفه، كنتكلموا بالواقع السياسي وبالواقع الدولي. اذا قالت الولايات المتحده الامريكيه ان المملكه المغربيه خط احمر، نقطه عوده استخراج، ما حوايجك سالينا، نضرب بصراحه، ولكم عبره في الشرق الاوسط ما يحدث في الشرق الاوسط ومجموعه ديال الامور ديال يعني من جميع بقاع العالم. هنا تطورات العلاقات المغربيه الامريكيه. ابعد من ذلك، ضربت جميع الايادي اللي كانت كتلعب في الاتفاقيات العسكريه الامريكيه المغربيه اللي كان كتصرف عليها الجزائر. وهنا كنرجعوا لواحد المجموعه ديال السيناتورات الامريكيين اللي كاينين من داخل الكونغرس الامريكي، اللي كانوا كيتلقاو اموال من قبل النظام الجزائري ديال البترول غاز باش ما تمررش واحد الاتفاقيات العسكريه ما بين امريكا وبين المملكه المغربيه. وفشل المغرب في ضرب هذا وقطع الطريق مع هذا التيار وانهاء هذا الشيء بصفه نهائيه. تجلى ذلك في الزياره الاخيره اللي كانت ديال الكونغرس الامريكي ديال الديمقراطيين والجمهوريين معا الى الرباط المملكة المغربية، وهذا كان يعبر على رسالة واضحة الى المجتمع الدولي ان امريكا مجتمعة ديمقراطيين وجمهوريين في تحالف في المملكة المغربية خط احمر، وكانت الرسالة واضحة. ابعد من ذلك، الولايات المتحدة الامريكية رفعت سقف ديال الدعم ديال المملكة المغربية ليس فقط في المجال العسكري ولكن حتى في المجال الاقتصادي وحتى في المشروع الدولي. وهناك يصطدم النظام الجزائري وعصابة الجزائر لان امريكا تقترح تغيير وإضافة عضو دائم في الأمم المتحدة ينوب على القارة الإفريقية، وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا التي تخلت عن الجزائر، وروسيا والصين يدعمان المملكة المغربية كعضوية في الأمم المتحدة في إطار تغيير اللي يكون في المجلس الدولي، يعني في مجلس الأمن الدولي اللي غتكون فيه المملكة المغربية تنوب على القارة الإفريقية. زادت الثورات هذه الأمور أبعد من ذلك، وكذلك المملكة المغربية كتدخل في اتفاق ثلاثي مبارك إبراهيمي مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاق عسكري. خرج صاحب الجلالة وتكلم أن هذا الاتفاق هو من أجل المصالح العليا للوطن وانتهى الكلام. كذلك في المجال النووي. أولا باش نتكلموا فيها اليوم، وخا نعطينا إشارات سابقة، وهنا نرجعكم لما حدث هذا الأسبوع يوم الاثنين. بارتاجوا الإخوة اللايف، لأن ما حدث يوم الاثنين شيء عظيم، ونعطيكم لكم الصورة باش تفهموا علاش هذه الحملة كلها مسعورة. أشنو وقع يوم الاثنين الإخوان؟ ماذا وقع يوم الاثنين؟ يوم الاثنين ماذا وقع؟ ليلى بن علي هي قبلتكم في الصورة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المغاربة اللي مقابلين تفاهة. المغاربة اللي مقابلين تفاهة والله يفضل القير والقال. شوف الكراغ هنا والكبرانات شنو ما كيخليكمش تناقشوا. ماذا وقع هذا الأسبوع يوم الاثنين؟ يوم الاثنين بجنيف بسويسرا. في المؤتمر الدولي ديال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الطاقة النووية تنتخب المملكة المغربية كعضوا أساسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيابة عن القارة الإفريقية. سمعتوا شنو واقع؟ كنتكلموا على الطاقة النووية في الأغراض السلمية وغيرها. إذا يوم الإثنين المملكة المغربية عضوا أساسيا كما كتشوفوا، عضو أساسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجنيف بسويسرا بفيينا. إذا هنا التعلاقات المغربية، حنا كنتكلموا بالحقائق، العلاقات المغربية الأمريكية ويعني ادخلت الرعب في قصر المرادية، وعم يمشيو رويدا رويدا في الموضوع، لان اليوم الموضوع كيعتمد على التحليل.
إذا هنا مجموعة النقاط، قلنا مجلس الأمن، قلنا الصناعات العسكرية، قلنا كذلك دخول المغرب في الصناعات العسكرية، قلنا العضو الدائم في مجلس الأمن، كنتكلموا على الاتفاقيات النووية ودخول المغرب. هذا يوم الاثنين قلنا المغرب كينتخب كعضوا أساسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هنا علاش كان كيخدم المغرب المصالح العليا للوطن؟ كنتكلموا على الطاقة النووية. الطاقة النووية شكون اللي وقع معنا الاتفاقيات ديال المحطات النووية الكبرى بجوج مليار فاصلة خمسة ديال الدولار في المملكة المغربية؟ أليست كذلك روسيا التي تدعم المملكة المغربية في المجال النووي والطاقة النووية المستعملة في الأغراض السلمية؟ هنا كنرجعوا، إذا المغرب يخدم على مشروع كبير، ليس بمشروع دولة ولكن مشروع قوة إقليمية صاعدة. كيخدم على مشروع كبير في جميع الجهات، كيخدم على المشروع في مجلس الامن كعضو دائم، كيخدم على المشروع ديال الصناعات الحربيه، كيخدم على المشروع كذلك ديال المشروع ديال دول الساحل، كيخدم على المشروع ديال الطاقات النوويه، كيخدم على مجموعه الامور. هنا غنتكلم لكم شويه على الطاقه النوويه، وهذا غندوز لاصحاب داري ومظلومه وبارطاجيو معايا، الله يعاونونا غير بالبارطاج ما كنطلب منكم والو. وعاد عندوزو أصحاب داري ومظلومة، وهذا التطبيع مع الكيان الصهيوني. الجزائر توقع اتفاقية مع شركة البي جي إير في يعني البولدينغ أو سميهم كما شئتم، يعني الشركة المتخصصة في تلميع صورة الشركة الأمريكية الإسرائيلية من أجل تلميع صورة الجزائر، البي جي إير، تلميع صورة الجزائر. أين تلميع صورة الجزائر؟ تلميع صورة الجزائر بأمريكا يا جدك، وتلميع صورة الجزائر بإسرائيل. وهاد الشركة الأعضاء ديالها كذلك إيهود باراك، وما أدراك ما إيهود باراك، والمستشارين ديالها كلهم إسرائيليين. وهنا نرجع إلى ما قاله عبد المجيد تبون في الزيارة الأخيرة لأنطونيو بلينكين: لالجيري نا أوكان بروبليم افيك ليتا ديزرائيل. قالتها وقالها يعني عبد المجيد تبون، وقالها على المباشر أمام وزير الخارجية الأمريكي: لم يتحرك الجزائريون ولم يتكلموا، الجزائر مطبعة مع إسرائيل ومع أمريكا، وانتهى الكلام. ولكن الجزائر تشن حربا على المتكرغلين المغاربة الجماجم الفارغة، وبتحريض المغاربة واستعمال ورقة التطبيع من أجل تجيش وشحن المغاربة ضد ملكهم وضد إمارات المؤمنين، وانتهى الكلام. تستعمل فلسطين ظالمة أو مظلومة والتطبيع والمملكة المطبعة ومن أجل استحمار العقول الفارغة ديال الضبابيين والخونة المغاربة. إذا هنا فاش كنجيو كنتكلموا، هنا الجزائر كتجي كتصرف الملايير ديال الدولارات باش ترجع، كنقول لها انهيار العلاقات الروسية الجزائرية، باي باي روسيا، روسيا دارت كراوة على الجزائر، مابقاوش كيتكلموا الجزائر على الروس بتاتا. وخير دليل أن المملكة المغربية حاضرة في البريكس بلا ما تخلص لها 3 مليار ديال الدولار ولا 3 مليار، حاضره في البريكس. والجزائر ما كاينش كاع العالم ديالها غير حاضره بتاتا، العالم ديال الايميليو والجزائر غير حاضر في البريكس، لا وزن لا قيمه لا هيبه، وانتهى الكلام. مجموعه الامور كنرجعوا للمجال الكبير، لان هذا التخوف كذلك ديال الجزائر، تخوف ديال الجزائر ومجموعه الامور فيما يخص العلاقات المغربيه الامريكيه الاسرائيليه. ماذا حدث فقط قبل اسبوع؟ التفجير ديال الهواتف بالتكنولوجيا، انا كنعطيكم غير امثله، كنتكلموا بالحقائق ما كنتكلموش بشعارات بحال هما، حنا كنتكلموا بالحقائق. وهذه رساله حتى لاشباه المغاربه الخونه والضبابيون. ماذا حدث قبل اسبوع؟ تفجير الهواتف ديال البيجر، يعني عن بعد، واستهداف عناصر الاسلامويين الايرانيين شيعه ايران لعنه الله عليهم، ودخول الكيان المرادية في حاله ديال الرعب، وأن الجزائر دخلت في حالة الرعب وقامت بالجماع من جميع القيادات العسكرية وعندك الهواتف، باي باي إسرائيل، المخزن سيقوم بتفجير الهواتف، والمخزن والمغرب المروك ربما عنده التقنية ديال تفجير الهواتف، وراه عنده التقنية ديال التجسس، وراه نشر الأقمار الصناعية، نسينا القضية الأقمار الصناعية كذلك. دخول المملكة المغربية في علاقات مع إسرائيل قوية ومع أمريكا أدت إلى تطوير هائل في المنظومة ديال الأقمار الصناعية. والمملكة المغربية رفضت حتى العرض الفرنسي ديال القمر الصناعي، علاش؟ لأن بغض النظر على الضعف ديالو أو القوة ديال القمر الأمريكي الإسرائيلي، كذلك على مجموعة ديال الأمور. لا ثقة في فرنسا، نهضرو بوضوح وبصراحة. لا ثقة في فرنسا. الأقمار الصناعية الفرنسية ربما قد تستعملها فرنسا من أجل التجسس على المغرب،
من خرجيكم انا واتحمل المسؤوليه بالكلام. لا ثقه في فرنسا، الاقمار الصناعيه الامريكيه. اذا هنا حتى في حادثه ديال التفجير ديال الهواتف عن بعد ديال قيادات عسكريه وتنفيذ اسرائيل عمليات من داخل الايراني، عمليه ديال المقتل ديال الرئيس الايراني في طائرته، هنا شكون دخل؟ الحرب الالكترونيه، التكنولوجيا يجدك، التكنولوجيا الحربيه، التكنولوجيا والاختراق، التكنولوجيا يخترقوا لك الطياره بالانظمه، يخترقوا لك المنظومه، حتى المنظومه الاس 3 الروسيه اللي بالجزائر في على مشاريف تندوف اللي بالوثيقه درنا فيها اللايف، وان الجيش الجزائري يعلن تعطيل المنظومه بصفه نهائيه واخراجها من الخدمه. شكون اللي عطل المنظومه الاس 3 في الجزائر؟ بدون ذهاب لا جيش ولا انزال ولا هم عطلت واخرجت من الخدمه. من قبل الانظمه والتكنولوجيا، يجدد التكنولوجيا 2024 والتكنولوجيا. اذا التكنولوجيا خطيره في المجال العسكري، يعني التفجير عن بعد، التجسس، التكنولوجيا، حرب ديال التكنولوجيا. لم تعد حربا تعتمد فقط على مسائل بدائيه او دبابه او 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 ما شابه ذلك. هناك الحرب هي التكنولوجيا الكبيره اللي فيها كفاءات وفيها مجموعه امور. وخير مثال ما حدث في تفجير الهواتف الشيعيه الايرانيه المجوسيه من داخل لبنان ومن داخل مجموعه ديال الامور. هنا ابعد من ذلك، خرج بن صديره باش تعرف الرعب الكيان الجزائري، خرج بن صديره اللي هو بوق من الاعلام ديال العسكر، خرج بن صديره وقال غير مستبعد ان يقوم المخزن بتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزه وكوادر في الجيش الجزائري عبر تكنولوجيا اسرائيليه، باش تشوف الرعب اللي عندهم من اسرائيل والرعب اللي عندهم من امريكا. واكون هاني، كونوا هانين يا فئران تجارب القياده والشرذمه العسكريه بالجزائر والكيان هاد الصهاينه الجوار. صاحب الجلاله قال جلاله الملك لن يصيبكم شر من المملكه المغربيه، غير اذا قربتوا المملكه المغربيه غيكون الدمار والخراب بالنسبه للجزائر، ولكن كي يصيبكم شر من المملكه المغربيه هذا كلام ملك. الملك قال مباشره لن يصيبكم شر من المملكه المغربيه، هي قادره على محو الجزائر من الخريطه، خاصه الجزائر الجديده، جزائر الطوابير والجزائر الانقلابات العسكريه والجزائر التي تتخوف من انفجار هاتف جوال. الجزائر اللي دارت اجتماع القوى الضاربه، دارت اجتماع كبير بين قيادات عسكريه، الاجتماع ليس من اجل دراسه مواضيع الشعب الجزائري في الطوابير او دراسه اجتماع كبير من اجل حاله طوارئ الهواتف، نشتغل بهواتف ايرانيه، واسرائيل وامريكا قامت بتفجير الهواتف الايرانيه، راهم كيتجسسوا علينا، عارف عليكم السلام، راهم كيتجسسوا علينا، يعرفون ما يدور كل صغيره وكبيره في قصر المراديه، المروك المخزن بحوزته تكنولوجيا خطيره، خاصنا نتحركوا. المخزن وامريكا واسرائيل عندهم تكنولوجيات، المغرب هو تفرع على تكنولوجيات خطيره، المغرب دخل الى حرب تكنولوجيا، المغرب عنده، المغرب لا يتكلم، لا يواجهنا بشعارات ولكن يتحرك على ارض الواقع، المغرب اصبح عضوا في الطاقه في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه يوم الاثنين من فيينا، المغرب دخل في برنامج النووي، المغرب دخل في تكنولوجيا، المغرب المروك المروك. الرعب اللي كاين عند الكيان الجزائري في جميع النقاط اللي حققتها المملكه المغربيه بالاتفاقيات الاسرائيليه المباركه والاتفاقيات الامريكيه. ومنذ بدايه اللايف حنا جايين لكم، كنتكلم لكم على العضو الدائم في مجلس الامن، كنتكلم لكم على الصناعه الحربيه الثقيله، كنتكلم لكم على المناورات وعلى التكنولوجيا الحربيه، كنتكلم لكم على تكنولوجيا الاختراق والتجسس والاقمار الصناعيه، كنتكلم لكم على البرامج النوويه. البرامج النوويه. والدرايه ديال الكيان الجزائري ان للمملكه المغربيه ايادي كبيره وطائفه او تله او سموهم كما شئتم. من اليهود المغاربه من جميع بقاع العالم اللي عندهم كفاءات في المجال النووي، وخير ذلك عمير بيريز هو من قبائل ابي جعد المغربيه. من هو عمير بيريز؟ هو المسؤول عن المفاعل النووي ديمون الاسرائيلي، ومستعد لتقديم اي خدمه للمملكه المغربيه. عندما نقول الخدمه في الصالح ديالنا، لان احنا من الصالح ديالنا اننا نسلموا اي منظومه او اي تقنيه تعود على المصالح العليا للوطن من اجل الرفع من القوه العسكريه للمملكه المغربيه في اطار النظام العالمي الجديد للمملكه المغربيه عند السيد فيه القاره الافريقيه. من حقنا حق مشروع نقولها وراسنا يعني مرفوع جدا. هنا باش كنرجعوا كذلك للمسائل النوويه وما وقع يوم الاثنين، هذا امر خطير، خاص ماشي امر خطير، امر كبير خاص يوقفوا عليه المغاربه. علاش؟
لان تنصيب وهذا مشكل رائع في النظام الجزائري واللي الان كيخصص اتفاقيه ب 720 الف ديال الدولار سنويا اللي يدفعها الجزائر اللي كتموت بالجوع في الطوابير. سنويا الجزائر تدفع 720 مليون ديال الدولار للشركه ديال البي جي ار لاجل التلميع، الصوره ديالها عند اسرائيل والتلميع الصوره ديالها عند امريكا ومحاوله اعاده العلاقات وتطويع او سميهم كما شئتم مع اسرائيل ومع امريكا، لان عرفات بان تخلات ضربوها والمغرب غادي بعيد في مجموعه ديال الامور، وهذا فقط ما يعلن في مجموعه ديال النقاط. والجزائر تحرك العملاء ديالها على وسائل التواصل الاجتماعي باش المغاربه ما يناقشوش هذا الموضوع. المغرب اللي ما يحققه بالاتفاق الثلاثي اللي خرجوا اشباه المغاربه كيحاربوه، اصحاب الطابور الخامس، اصحاب تمنيت لو كنت ترابا، العملاء ديال اشباه المغاربه الخونه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيجيبوا لنا الذباب وكيطلعوا عند الذباب، العملاء ديال الكبرانات اللي كيقوموا بحرب ديال الجيش واتهام المغرب بالتطبيع. اذا كانت العلاقات الامريكيه الاسرائيليه المغربيه هي تطبيع، مطبعون ونفتخر براس مرفوع، وعاشت العلاقات المغربيه الامريكيه ما دام يقودها جلاله الملك ويتحكم فيها جلاله الملك. من الاخر اجل مصالح عليا الوطن، وكل من له بيعة في امارات المؤمنين اجل مصالح عليا الوطن فنحن واضحون في هذا الباب. كونوا واضحين، ما يجيش يستفزكم شي واحد بكلمه تطبيع او كلمه انا لا ألمع لا لإسرائيل ولا انا من اجل المملكه المغربيه والشعب المغربي ومن اجل الدوله المغربيه والمملكه المغربيه. نحن كمغاربه لا تهمنا اي دوله خارجيه كنتكلم، والاتفاقيات مؤطره وصاحب الجلاله الملك من يتكلم. اذا عندنا نقول هذه النقطه عاد نرجعوا نوسعوا مزيان في هذا الموضوع، هذه الحرب اللي كيشنوها على المغرب، وهما ما كرهوش تكون عندهم اتفاقيات مع امريكا وما كرهوش تكون عندهم اتفاقيات مع اسرائيل. وهنا رساله للمغاربه اللي كيجيو هنا في التعاليق اشبه المغاربه، انا كنقول لكم هذوك انا كنتبرأ منهم ليسوا بمغاربه. واضحين ليسوا بمغاربه. حنا كنعرفوا ان المغربي له في عنقه بيعه لامير المؤمنين ولاماره المؤمنين ولجلاله الملك، ويتبع جلاله الملك اجل المصالح العليا للوطن، الله الوطن الملك. والملك تكلم واخرج بيان في الديوان الملكي كان واضحا وحسم كل شيء، اتفاقيات من اجل المصالح العليا للوطن. كل من يقف ضد هذا المجال فهو يقف ضد مصلحتي وضد مصلحة ابني وضد مصلحة الشعب المغربي وضد مصلحة المملكة المغربية وضد الملك مباشرة. ما يجيش تهجم علي انا وعلى مواطن مغربي لانه ولانه، خرج نيشان وتكلم على الملك ومنك للقصر الملكي. ما تجيش دير المغاربة قنطرة وتكلم على المغاربة والشعب المغربي، من عطاك يعني الإذن حتى تتكلم باسم الشعب المغربي؟ هذا سؤال. وحتى اشباه المغاربه المحنطين دماغيا اللي اصبحوا متكررين ويخدمون الطرح الاجنبي والطرح الخارجي والطرح الشيعي والطرح الايراني ولم يتكلموا على ايران، وخرجوا قبل اسبوع واحد عشرات خرجوا قبل اسبوع في مسيره دماء الشعب المغربي كلها للبنان. اشكون اللي قال لك اخويا الدم ديالي انا من اجل لبنان؟ اش كتخور؟ من اعطاك الصفه باش تتكلم باسم الشعب المغربي؟ انا كمواطن مغربي اتبرأ من هؤلاء، هذه الحتاله حتلة القوم. دمي انا من اجل عائلتي واسرتي ومن اجل الوطن وفداء لوطني، وانتهى الكلام. شكون اللي قال لك اخويا انا تتبرع بالدم ديال لبنان والدم ديال حزب الله؟ عاود ما تخرج بمسيره كي تدين حزب الله كذلك. نعم ندين القوة الغاشمة او الاستعمار او القصف او الحكومة الارهابية او الحكومة الكبابية الاسرائيلية، نعم هذا امر فروفي، امر ما كنناقشوش لانه امر واضح. ندين وحتى جلالة الملك لا يستقبل نتنياهو ورفض استقباله ورفض بتاتا اي اتصال او اي علاقة مع نتنياهو. حنا عندنا علاقة اتفاق ثلاثي مؤطر مع امريكا ومع اسرائيل. شكون واضحين؟ لا علاقة لنتنياهو ولا هم يحزنون. يبقى انه مجرم حرب يجب ان تقدم الى المساءلة. شكون واضحين في هذا الباب؟ اذا هاد الحوتان هاد القوم اشباه المغاربة اللي خرجوا يقولون دماء الشعب المغربي فداك يا لبنان. وغير قولها مباشرة فداك يا حزب الله. لان هذوك الناس اللي خرجوا هما الناس اللي خرجوا كيقولوا تمنينا لو كنا ترابا لخالد مشعل ولحسن نصر الله. هذوك الناس اللي خرجوا هما اللي قالوا نصدقوا حسن نصر الله ولا نصدقوا ناصر بوريطه. يعني الطابور الخامس، الخوانه، العملاء، اصحاب التيار الاجنبي. في كل بلد كاين خوانه كاين عملاء، هذه معروفه. خوانه موجودون وموجودين بكثره من داخل المملكه المغربيه، وكنقولوها باسم مرفوع. وما يجيش شي واحد يحكي عليهم في المواقع. وكنقولوها امام مكاتب الدوله من داخل المكاتب في ارض الواقع. في ارض الواقع، في ارض الواقع، من مكاتب الدولة كنقول هناك خونة بالمملكة المغربية.
وخوانا يحرضون على وسائل التواصل الاجتماعي، وعاد عنده زوف الشرطه الثاني من الموضوع الى الحرب ديال التحرير وكيف يتم استقطاب المغاربه. اذا هنا الحوتلات اللي خرجوا كذلك اللي كيتكلموا دماء والشعب المغربي فداك يا حزب الله، الله اكبر الله اكبر. شكون اللي قال لك تكلم وتقول الدماء ديالنا فداك يا حزب الله وفداك يا لبنان؟ ما خرجتوش تكلمتوا على دماءنا فداك يا ضحايا السعيديه ويا ضحايا السمارة ويا ضحايا الاقاليم الجنوبيه، ودماءنا فداك يا ايها الجيش المغربي الباسل، ودماءنا فداك ايها الوطن، ونحن مع الملك ونحن مع جريدة الملك ونحن مع الوحده الترابيه ونحن مع ونحن مع دماءنا فداء لحزب الله الشيعي الايراني لعنه الله عليه الى يوم الدين، التي ايران تدعم المرتزقات البوليزاريو، ومؤخرا الاسبوع الماضي قامت بالجزائر حضرت لقاء بين خونه جمهوريه الريح او جمهوريه الدعاره بالشمال التي اسسها الجزائر وعزها مكتب الدعاره بالجزائر، قامت الجزائر بتنسيق لقاء بين خونه جمهوريه الريح او جمهوريه الدعاره بالحرس الثوري الايراني من اجل استهداف المملكه المغربيه في المرحله القادمه وزعزعه استقرار الوطن. ما خرجوش تكلمتوا علاش؟ خرجوا فقط تطبلون الايه الاجنبيه في دماؤنا فداك يا حسن نصر الله، دماؤنا فداك يا شيعه، الله اكبر. الشيعه كفرهم الراحل الحسن الثاني من الاخر. وهذا يدل على انكم تنخرطون ضد المصالح العليا للوطن، ولا تنخرطون مع المغاربه ومع الشعب المغربي، وانا هنا لا اتكلم مثلكم باسم الشعب المغربي. لا تنخرطون مع الشعب المغربي، مع الوحده ومع الصف المغربي ومع الصف ديال المسار ديال جلاله الملك. اذا الرساله ديالنا وصلت الاخوان، وشكرا للمناضل الحر السي امين مباشره من مدينه فاس، شكرا جزيلا لك. هذو هما المغاربه اللي فيهم الريحه ديال التمغربيت. وهذه رسائل كذلك الى المنبطحين اصحاب الطابور الخامس، كن راجل يا صاحبي، ما ديرش بحال الكراغله فاقدي الهويه، خلي الهويه ديالك هي التمغربيت. بالمناسبه راه كان واحد الفيديو نشرناه غير البارح على ذاك الملقب بالركان، كنتمنى بانكم تزيدوا تشوفوه. بهذه المناسبه كذلك كنشكروا اصحاب العقول النيره، مجموعه من المغاربه اللي كينشطوا على موقع التواصل الاجتماعي. بالمناسبه حاول انك تتابعونا على منصه الجريده المغربيه على التيك توك. بغيت نشكر المغاربه الاحرار اللي فيهم الريحه ديال التمغربيت، وغادي نذكر بعض الاسماء. الاخ المستشار مغاربه الوحده الترابيه، منهم الاخ عز الدين وكذلك الاخ امين، الراي المغربي، الشيخ البدو، زيد على ذلك مجموعه من الاخوان، لوبو من ايطاليا، هذا اللي ما كان كيعرف والو، مهاجر في ايطاليا، وانه ولا الان كيحاول انه يكثف من المجهودات ديالو وداير محتوى، وحاول انكم تتابعوه، الاخ لوبو من ايطاليا. كذلك واحد الاخت التي اعزها واقدرها، الاخت نينا من الولايات المتحده الامريكيه، هذه مغربيه، هذه مازال شابه، كتقول لك انا المغرب اولا استحمد وطز في الاخر، كتقول لك انا ما كنعترف حتى بشي حاجه اخرى الا المغرب ديالي. شكرا لك الاخت نينا. زيد على ذلك الاخت لطيفه من ايطاليا، هذه مغربيه من ايطاليا. ها المغاربه في الخارج في المهجر، والله العظيم انهم ما كيجلسوش، يدافعون عن الوطن، يدافعون عن المغرب بكل ما لديهم من قوه. زيد على ذلك ما نقص حتى شي واحد، الاخ سليم، وزيد على ذلك منير المغربي على ما اظن من مدينه فاس او اذا راه مجموعه من الاسماء اللي 24 ساعة على 24 ساعة ما كيسكتوش، كيهاجموا كل من سولت له نفسه المساس بالمملكة المغربية الشريفة. إذا كنا مع الأخ أمين فاس، وصلنا رسالة ديالنا، كل ما أدعوه هو دعم المنصات الحرة. حاولوا أنكم تديروا الإعجاب، وحاولوا أنكم تفاعلوا بكثرة في التعليقات، ترقبونا في طلعة أخرى، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.